فنحن الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى آمنا به ولبينا بما جاء به وقلنا الحمد لله على نعمة هذه النعمة الكبرى التي جاءتنا من كابر إلى كابر. نحمد الله على ذلك. فالذين لم يرد الله لهم الهداية هم يعرفونه كما ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله يعرفونه كما يعرفون. صادق محمد إيجا محافظ محافظة حراز البيار لإقليم حجر لميسة استمنا جهود المجلس الأعلى الفرعي للشؤون الإسلامية بالمحافظة على إقامة هذه الاحتفالات الدينية التي وصفت بالمحبة والإيمان التام برسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أطرت الجلسة بالمدائح النبوية الشريفة التي تسرد سيرة الرسول البشرية وشمائله الخلقية منها والخلقية. أحيت زاوية الشيخ الجوني محمد طاهر ومسجد الشيخ صالح الحسيني بالدائرة الثامنة ذكرى ميلاد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. حسن جدة والتفاصيل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة اتخذت كشعار للاحتفالية التي أقامتها زاوية الشيخ الجوني محمد طاهر بحارة ألايا بالدائرة الأولى، ذلك إحياء لذكرى ميلاد المصطفى صلوات ربه وسلامه عليه. هذا وقد شهدت الاحتفالية مداخلات متتالية بعد الافتتاح بالقرآن الكريم وكلمة اللجنة التنظيمية من قبل المشايخ وعائمة المساجد، فمنهم من سرد سيرته منذ مولده حتى تاريخ وفاته، وآخر تناول صفاته وشمائله مستدلين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. المسلمون في تقطع، في تفرق، في تشرزم، أصبحنا وحدات، بل مولانا جل وعلا في كتابه يدعونا إلى الاعتصام. فالمجلس عبر الزوايا وعبر المنابر وعبر حلقات التعليم يدعونا جميعا. هذا وقد عطرت المناسبة بالأمداح والقصائد الشعرية من قبل فرق الأمداح، وتحت نفس الشعار وبحضور مفتي الديار أحمد النور محمد الحلو جاءت الاحتفالية بمسجد الشيخ إبراهيم صالح الحسيني بالدائرة الثامنة. وقد شهدت المناسبة أيضا خطابات مختلفة من بينها كلمة إمام وخطيب المسجد الشيخ محمد الحاج، فقد شكر الحضور على تلبيتهم الدعوة والمشاركة في فعاليات الاحتفالية بذكرى ميلاد خير البرية، كما ذكر مفتي ديار الجادية الحضور بأهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. كما شهدت المناسبة عدة مداخلات إلى جانب مداحح نبوية شريفة. احتفل سكان إقليم كانم بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الأمين الإقليمي لكانم آدم حنفي. مواصلة لإحياء ذكرى ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، احتفل سكان مدينة ماو بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بدأ الحفل بآية من ذكر الله الحكيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتلته بعض من الفرق التي تمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأكرمهم نفسا وسهرا ونسبة وعلما وآدابا وعتقا واخشوا فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذو هيبة والمشي فيه تغلو. أبكر الحاج عبد الكريم الأمين العام لإقليم كانم
ممثلا للحاكم قدم كلمة أوصى فيها أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يستمر في هذا الفعل الخيري الذي هو خير دليل لمكانة النبي الشريف التي هي فوق كل مكانة مخلوق. كما شهد الحفل مداخلات عدة من فرق أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم. ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمدينة ماو في كلمته تطرق إلى سيرة النبي الشريف وحسن فيها المادحين من أجل ممارسة هذا الدأب الروحي الذي يوضح صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجسد حبه في قلوب أحبابه ولغير العارفين به. هذا وإن الاحتفال بمولد النبي الشريف سيستمر في أرجاء إقليم كانم في كل زاوية ومسجد لأحباب النبي الشريف. وإلى الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة بلتن حاضرة إقليم وادي فرة بحر الدين عبد الشافي. هكذا احتفل المسلمون من سكان مدينة بلتن حاضرة إقليم وادي فرة بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصادف ليلة 12 من شهر ربيع الأول من كل عام. وخلال الحفل تتابعت المحاضرات والمداخلات حول مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. هذا فقد تحدث ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإقليم وادي فرة الشيخ إبراهيم حسن الذي شكر المسلمين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحفل الكبير، مضيفا إلى أنه من الضروري أن يحتفل كل مسلم بهذا اليوم العظيم، داعيا في الوقت نفسه المسلمين إلى تعليم أبنائهم وكذا التآخي وتبني روح المحبة والتعايش السلمي فيما بينهم. محافظ محافظة بلتين عبد الرحمن عبد الكريم ممثلا لحاكم الإقليم فقد دعا المسلمين إلى محبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما تطرق إلى تعليم الأبناء مبادئ دينهم الحنيف وآدابه والتخلق بإخلاقه صلى الله عليه وسلم. ونشير إلى أنه في نهاية هذا الحفل رفعت الأيادي تضرعا لله سبحانه وتعالى بأن يعم البلاد بالأمن والسلام والاستقرار. مسجد أبينا إبراهيم احتفل أيضا بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بحضور عدد كبير من العلماء. عز الدين الأمين. على غرار باقي الزوايا والمساجد داخل العاصمة وخارجها على نطاق البلاد، احتفل سكان الدائرة الرابعة بمسجد أبينا إبراهيم بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وسط حضور كبير من العلماء وحفظة كتاب الله وبعثة الأزهر الشريف. وقد تضمن الاحتفال عقب الافتتاح بالقرآن الكريم سلسلة من المدائح النبوية التي تلخص شمائله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كلمة اللجنة المنظمة للحفل وكلمة إمام المسجد وكلمة ممثل بعثة الأزهر الشريف الذي سرد جزءا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن هذا الحضور يدل على محبة أفضل الخلق الذي أرسل رحمة للعالمين. وأعقب ممثل البعثة ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عمر مؤمن جبريل الذي قال إننا نجتمع اليوم على سمو محبة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، حث المسلمين على الاقتداء بخلقه، وإن الاحتفال بمولده يقام لتذكير الناس وتعريفهم بشمائله صلى الله عليه وسلم. هذا وفي الختام تضرع المحتفلون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ العباد والبلاد وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار.